السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا ورسولنا وأسوتنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع المصارع. الحقيقة من حلبة قناة اقرأ النهاردة بنقول لكم جولة جديدة مع الشيطان، وإن شاء الله لما بنستعين بربنا في كل مرة بننتصر على الشيطان وبنجيبه بالضربة القاضية وبنجيب لمس أكتاف، وإن شاء الله الليلة دي هتكون يعني جولة كبيرة أوي أوي بنخوضها ضد الشيطان اللي قدر يزين لكتير من الناس بكل أسف إن لم تكن أسدا أكلتك الذئاب. فبالتالي لابد إن أنت تكون إنسان شرس جدا وبتتعامل مع الناس من منطلق اتغدى بأخوك قبل ما يتعشى بيك، وحاول تتعامل مع الناس شيء من الشراسة وسوء الخلق عشان تقدر تاخد مكانتك وتقدر تاخد حقك، وإلا هتتاكل وسط الناس دول كلهم. وبدأت السموم دي تنتشر بين كتير من الناس من خلال ان هم يحطوها مرة في فيلم ومرة في أغنية ومرة في مسرحية، لحد ما ترسخ في أذهان الناس ان الإنسان الحسن الخلق دوت للأسف ما بياخدش حقه، وان الإنسان لو ما كانش يسوء خلقه ويبقى صوته عالي ويتعامل مع الناس بشراسة هو ده بس اللي بياخد حقه، والكلام ده كله باطل وكله غلط. تعالوا نصحح فهيم، وتعالوا ننتصر على الشيطان ونجيبه لمس اكتاف في الجولة ديت، ونقول للدنيا كلها في صراع مع سوء الخلق، نقول يا جماعة ديننا دين الاخلاق، ديننا هو يعني اسمى دين في الكون ده كله بيدعو الى الاخلاق، مؤسس اصلا على حسن الخلق. قال حبيبنا بتصلى عليه صلى الله عليه وسلم: انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق او صالح الاخلاق، صلى الله عليه واله وسلم. والحديث نفسه يا جماعه بيدل على قمه خلق النبي صلى الله عليه وسلم. ليه يا جماعه النبي بيقول ايه؟ انما بعثت لاتمم، فلم ينكر جهود الانبياء اخوانه اللي قبله اللي جم دعوا الامم من قبله لحسن الخلق. النبي لم ينكر دعوتهم ولم ينكر جهودهم، وقال انا جيت عشان اكمل، ما قالش انا بس اللي جيت ادعو لحسن الخلق ومحدش غيري دعا الى حسن الخلق. بالعكس، عمره ما نسي ابدا فضل اخوانه الانبياء صلوات ربي وسلامه عليه اجمعين. اخواني واحبابي، ديننا دين عالمي. أول آية في كتاب الله: الحمد لله رب العالمين. آخر سورة: قل أعوذ برب الناس. حبيبنا صلى الله عليه وسلم ربنا قال عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هو نفسه لما وصى المؤمنين قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. والنبي هو الأسوة والقدوة بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرة. كان حبيبنا صاحب الخلق العالي اللي ربنا وصفه أجمل وصف في الكون ده كله، قال: وإنك على خلق عظيم. تخيل أنه كان بيستعيذ بالله من سوء الخلق، كان يقول: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيء الأخلاق لا يصرف عني سيئها إلا أنت. والحديث رواه مسلم. وكان يعني كما وصفته أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ما خير رسول الله بين أمر إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وكما قال ابن عمرو: لم يكن رسول الله فاحشا ولا متفحشا. وكما قال أنس بن مالك: كان رسول الله أحسن الناس خلقا. ولما سأل هشام بن حكيم أمنا عائشة وقال: كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي ويدب بين الناس في أرض الواقع بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف صفحات مشرقة يا جماعة عشان نغير فهمنا ان عمر ما كان سوء الخلق هو اللي بيجيب لك حقك. وحتى لو قدرت في يوم من الايام تاخد حقك بسوء الخلق، اكيد هيترك بصمات سيئة في قلوب الناس، وخصوصا لو كانوا مش مسلمين هيقولوا هم دول المسلمين وهي دي اخلاق المسلمين. وعمر ما كان ده ابدا يكون بيجر مصلحة لا على الانسان ولا على امته ولا على دينه. بالعكس، انت حتى لو ضاعت بعض المنافع الشخصية بتاعتك في سبيل ان انت تنفع دينك وبلدك وتنفع مجتمعك، فانت الكسبان اكيد بفضل الله سبحانه تعالى. وفي ديننا بتذوب المصالح الشخصية، وكل إنسان بيضحي بكل ما يملك عشان يخدم دينه ويخدم بلده، وهو ده المسلم الحقيقي اللي فعلا بيضحي بكل حاجة ابتغاء مرضات الله. تعالوا نشوف أسوتنا وقدوتنا كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا أنس بيحكي موقف جميل قوي، بيقول: كنت ماشي مرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري ومسلم. فبيقول: فجي واحد أعرابي، والأعراب كان ليهم معاملات كده صعبة شوية، فجه جذب النبي من توبه من ورا وخنق النبي وبيقول له: أعطني من مال الله. فاستدار النبي إليه وابتسم صلى الله عليه وآله وسلم صاحب الخلق العالي الرفيع، وابتسم وأمر له بعطاء. بالله عليك، لو أنت مكان النبي كنت عملت إيه؟ واحد بيخنقك وبيقول لك أعطني مما أعطاك الله،
طبعا كنت هتديله يعني انت عارف هتعمل فيه، وطبعا احنا على حلبة مصارعة كنت هتاخد راحتك. لكن شوف حبيبك صلى الله عليه وسلم بيعمل ايه لما المسألة كانت تمس هو شخصيا، لا يغضب لنفسه ابدا. لكن لما تكون المسألة تمس يعني هذا الدين، يعني كان على طول كان يغضب لله سبحانه وتعالى، انما النفس عمره ما غضب لنفسه ابدا صلى الله عليه وسلم. في يوم من الايام، والحديث رواه مسلم، حبيبنا صلى الله عليه وسلم قاعد في المسجد وحوالينه الصحابة، وفجأة واحد اعرابي دخل المسجد وساب الدنيا دي كلها ودخل المسجد عشان يقضي حاجته امام النبي. تخيل حضرتك لما تكون انت رجل داعيه او شيخ وقاعد في مسجد وسط تلاميذك، وواحد يدخل اعزك الله يقضي حاجته في المسجد في بيت ربنا، هتعمل ايه؟ ايه التصرف اللي ممكن يصدر منك؟ انا واحد من الناس يعني رغم ان انسان يعني عندي حلم شديد جدا، اللي اني في الوقت ده انا بجد ما اعرفش انا ممكن اتصرف ازاي. لكن شوف النبي عمل ايه صلى الله عليه وسلم. في الصحابه لما شافوا المنظر طلعوا السيوف وعايزين يضربوه، قال لا تذرموه، لا تذرموه، يعني لا تقطعوا عليه بولة، سيبوه عشان ما يتضرش، ثم انتظر حتى ينتهي. ثم قال النبي لأصحابي أهريقوا على بوله سجلا أو ذنوبا من الماء حتى تطهر الأرض. وراح منادي للراجل قال له يا أخ العرب، إن هذه بيوت الله لا تصلح لشيء من تلك القاذورات، وإنما هي للتسبيح والتهليل وقراءة القرآن وللصلاة وللذكر. فقال أعلم، وإنما جئت لأختبر رحمتك، فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أن هذا الرجل قال اللهم ارحم ومحمدا ولا ترحم معنا احدا سوانا. الجماعه اللي طلعوا السيوف دول ما ترحمهمش ابدا يا رب. فضحك النبي وقال لقد تحجرت واسعا، يعني ربنا بيقول ورحمتي وسعت كل شيء وانت بتقول ما ترحمش حد غير انا والنبي صلى الله عليه وسلم. فقال لقد تحجرت واسعا، الله عز وجل يقول ورحمتي وسعت كل شيء. شفت قد ايه تفاعل هذا الرجل. في روايه ثالثه عند ابن ماجه ان هذا الرجل بعد ذلك تفقه وكان من فقهاء الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. موقف ثالث عجيب جدا، كان في صحابي اسمه معاوية ابن الحكم السلمي، والحديث رواه مسلم، كان موجود مع النبي ومع الصحابة أيام ما كان في بداية الصلاة يباح لهم الكلام أثناء الصلاة. سافر معاوية ونزل الحكم بتحريم الكلام في الصلاة، هو لا يدري. فلما عاد من السفر دخل لأبي لهم بيصلوا، فدخل يصلي معهم، فهو بيصلي معهم واحد عطس، فهو في وسط الصلاة بيقول له يرحمكم الله. فالصحابة قعدوا يبصوا له ايه ويعني يبرقوا له عشان يسكت يعني، فبيقول لهم في ايه يعني انتوا بتبصوا له كده ليه؟ واخد بالك انا بحاول ابسط لك الحديث، يعني بتبصوا له كده ليه؟ فقعدوا يخبطوا على افخادهم عشان يسكتوهم. فقلت يعني واثق لامياه، هو ايه اللي حصل؟ يعني وانا عملت حاجه غلط؟ فبعد ما خلص الصلاه بيقول فوالذي بعث محمدا بالحق ما رايت معلما ارحم منه من قبل ولا من بعد، والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وانما قال يا معاويه ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وانما ما هي للذكر والتكبير والتسبيح وقراءة القرآن. شوف فتعلم بكل بساطة، شوف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام يجي واحد للنبي، شاب صغير يجي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله، والحديث رواه أحمد بسند صحيح، يقول له يا رسول الله ائذن لي في الزنا. طب بالله عليك أخوي وحبيبي، لو أنت رجل داعية وجاي لك شاب بيقول لك ائذن لي في الزنا، هترد عليه تقول له إيه؟ شوف النبي عمل إيه صلى الله عليه وسلم، راح مقربه وراح حاطط ايده على رجليه وقال له أترضاه لأمك؟ قال له لا، جعلني الله فداك يا رسول الله. أترضاه لأختك لعمتك لخالتك؟ وراح جايب له كل النساء العيلة، قال له لا، جعلني الله فداك يا رسول الله. قال كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا بناتهم ولا أخواتهم إلى غير ذلك. ثم وضع يده الشريفة على صدري ودعا له وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. يقول الصحابي هذا فوالله خرجت من عند النبي ولم ألتفت إلى شيء من ذلك أبدا بعد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام حبيبنا صلى الله عليه وسلم اقترض 20 صاع من تمر من واحد من أحبار اليهود اسمه زيد بن سعنة. فلما الرجل ده جاله قبل ميعاد السداد، يعني هو المفروض يؤدي مثلا في أول رمضان، جاله في أول شعبان، ودخل يتكلم بسوء أدب، وعمر بن الخطاب واقف بيقول له يا محمد أنت بنو عبد المطلب قوم مطلم في الأداء، دايما بتمطلوا تتعبونا، فأدي ما عليك يا محمد. فعمر بن الخطاب عينيه برقت كده وقال له أتقول هذا لرسول الله وأنا أرى وأسمع يا عدو الله؟ والله لولا أني أخشى غضب رسول الله لأطحت بعنقك. فسيدنا النبي عليه السلام قال له يا عمر ما أردنا منك ذلك. قال فما أردت مني يا رسول الله؟ قال أردت منك أن تأمرني بحسن الأداء وأن تأمره بحسن الطلب. قل لي يا رسول الله أدي ما عليك، قل له هو يطلب بأدب.
ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب به يا عمر إلى بيت مال المسلمين وأعطيه 20 صاعا من تمر وزده 20 صاعا جزاء ما روعته. أنت خضيته يا سيدنا عمر. فسيدنا عمر خد هذا الرجل، هو ما عرفش هو مين، هم ماشيين مع بعض. الرجل بيقول له: ألا تعرفني يا عمر؟ قال: لا. من أنت؟ قال: زيد بن سعنة. قال: خيبك الله، أنت حبر اليهود؟ قال له: أيوة. قال له: ما الذي حملك أن تصنع هذا مع رسول الله؟ قال: يا عمر، لقد قرأت صفة النبي في التوراة كاملة، فاستوثقت من كل شيء إلا أمرين، علمت أنه يسبق حلمه جهلة، ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما، أما وأني قد رأيتهما فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نكمل المواقف الجميلة من خلق النبي وأصحاب النبي والتابعين بعد ذلك، ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي مع المصارع، أخوي وحبيبي. النهاردة إن شاء الله نجيب لمس أكتاف للشيطان إن شاء الله، ونقول للدنيا كلها ما فيش حاجة اسمها سوء خلق، نجيب بحقنا. حقنا بيجي بحسن خلق، وإن لم يأتي فحقنا مضمون دنيا وآخرة، وربنا هيكرمك. وشفت قد إيه بحسن الخلق تقدر تجيب اللي أنت عايزه. وأنا عايز أقول حاجة زارة، ده على كل المستويات، ما حتى بين الزوج والزوجة. الزوجة لما تعوز تطلب، عينين الزوج تطلبها بحسن الخلق، قوتك في ضعفك. ولما واحد يعوز يطلب حاجة من أي حد يطلبها بذوقها تجيله. ولما تعوز تجيب أي حاجة بالذوق وبالأخلاق، بفضل الله هتتحصل على ما تريد. أما المبدأ الشيطاني الهدام اللي هو كن أسدا حتى لا تأكلك الذئاب، اتغدى بأخوك قبل ما يتعشى بيك، ده مبدأ شيطاني. احنا عايزين نلغي كل المبادئ الهدامة، ونقول قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبر أن يعني وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. خالق كل الناس أيا كانوا، على اختلاف ملتهم، على اختلاف ديانتهم، أنت بتعامل الناس على أنهم ناس، بتعاملهم لله سبحانه وتعالى. إذا كان إحسانك لقطة ربنا بيكرمك بيه، دخلت امرأة النار في هرة لأنها أذتها، شوف قد إيه، وفي المقابل امرأة بغي أدخلها الله الجنة وغفر لها ذنوبها بسبب أنها سقط كلبا. فإذا الإنسان لما يحسن لأي شيء في الكون ده كله، والإحسان شيء جميل جدا جدا اتعلمناه من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف موقف عجيب جدا. في يوم من الأيام حبيبنا صلى الله عليه وسلم دعا الصحابة للصدقة، فعمر بن الخطاب جاء بنصف مالي، وأبو بكر جاء بكل مالي، وعثمان بن عفان تصدق بعدد كبير جدا من الدراهم الذهبية إلى غير ذلك. فجي واحد صحابي قعد يبحث عن أي حاجة يتصدق بها فلم يجد شيئا، فقال: اللهم إني ما وجدت شيئا أتصدق به، فاللهم إني أشهدك أني قد تصدقت اليوم بعرضي على كل من شتمني أو سبني أو آذاني فقد عفوت عنه، وأنت أولى بالمسامحة، فاعف عني وسامحني. يا سلام على الخلق الجميل. موقف عجيب جدا جدا. كان فيه تابعي جليل اسمه إبراهيم بن أدهم. في يوم من الأيام يا جماعة ماشي في الشارع، فقابله واحد يهودي وأعزكم الله مع كلب كده بيجروا بسلسلة، فحب يستفز إبراهيم بن أدهم، فقال له: يا إبراهيم، قال: ماذا تريد؟ قال: ألحيتك خير من دنب كلبي، يعني أعزكم الله دي للكلب، ألحيتك خير من دنب كلبي أم دنب كلبي خير من لحيتك؟ فإبراهيم بن أدهم يعني أنا مش عارف، يعني سبحان الله الناس دي، شوف الخلق يا أخي الجميل، تماسك بشكل عجيب جدا. قال له: والله لو كان دنب كلبك في الجنة ولحيتي في النار فدنب كلبك خير من لحيتي، ولو كانت لحيتي في الجنة ودنب كلبك في النار فلحيتي خير من دنب كلبك. فتبسم اليهودي وقال: والله ما تلك إلا بأخلاق الأنبياء، فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجي في يوم الأيام واحد للإمام الشافعي اللي هو يعني كالشمس للدنيا وكالعافية للأبدان، كما قال تلميذه الجليل إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله جميعا. في يوم من الأيام يجي له واحد ويتجرأ على الإمام الشافعي وبيقول له: أنت الشافعي؟ قال: أجل. قال: إنك فاجر فاسق.
فتبسم الشافعي وقال: اللهم إن كان عبدك هذا صادقا فيما يقول فاغفر لي وارحمني وتب علي يا أرحم الراحمين، وإن كان عبدك هذا غير ذلك، مرضاش يقول إن هو كاذب، شوف قد إيه مرضاش يقول إن هو كذاب، وإن كان عبدك غير ذلك فاغفر له وارحمه وتب عليه. فكان الشافعي رحمه الله من أحب الناس إلى قلب هذا الرجل بعد هذا الموقف الجميل. ولذلك حبيبك وحبيبنا وحبيب الدنيا كلها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بيحذر الكون ده كله من سوء الخلق. سوء الخلق يا جماعه مغبته صعبه جدا جدا، عشان كده ما فيش اجمل من حسن الخلق. وحسن الخلق ما هوش زي ما الناس فاهمه هو ابتسامه وكلمه حلوه وبس، بالعكس حسن الخلق بيكون مع الله، بان انت تسمع كلام ربنا وتنفذ امره وتسمع نهيه وتنتهي. حسن خلق مع رسول الله بان انت تطيع النبي وتتبعه. حسن خلق مع كتاب الله ان انت ما تهجرش القران. حسن خلق مع الملائكه ان انت تحترم وجود الملائكه معك، فلا تقول سيئا ولا يرون عليك سيئا ولا يكتبوا عنك سيئا. سبحان الله، حسن خلق مع الناس واولى الناس بعد الرسول والصحابه هم الاب والام، الوالدين، وبالوالدين احسانا، انشكر لي ولوالديك. اذا فالمساله مساله حسن الخلق موضوع كبير جدا جدا، لا يتوقف على مجرد كلمات طيبه او بسمه حانيه. تعال نشوف حبيبنا ازاي حذرنا من سوء الخلق. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. يا سبحانك يا ربي، تخيل لما واحد يعيش في كون وملك الكون وصاحب الكون بيكرهه، كيف يعيش؟ اسمع لكلام حبيبك صلى الله عليه وسلم لما سألوه، قالوا له: يا رسول الله، إن فلانة تصلي وتصوم وتفعل وتتصدق وغير أنها تؤذي جيرانها. هي ست ما شاء الله في العبادة، الله أكبر، أخت ملتزمة وبتصلي وبتصوم وبتتصدق وبتروح تحج كل سنة وبتعتبر وبتعمل كل حاجة، لكن أخلاقها سيئة بتأذي جيرانها. قال: لا خير فيها، هي في النار. فقيل له: وهناك فلانة يعني لا تصلي إلا المكتوبة ولا تؤدي إلا الفرائض لكنها حسنة الخلق مع جيرانها. قال: هي في الجنة. يا سلام، سبحان الله، يعني واحدة عبادتها ما نفعتهاش مع سوء الخلق، والتانية قليلة العبادة ما بتفرطش في الفرائض، هي بتصلي الفرائض بس، ورغم ذلك حسنة الخلق، فكان ده سبب انها تخش الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. سوء الخلق يخلي الإنسان مبغوض عند ربنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض الفاحش البذيء. سوء الخلق يخلي الإنسان يوم القيامة أبعد ما يكون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم أو ألا أخبركم بأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، أو ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أحاسنكم أخلاقا؟ ثم قال لهم: وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قال: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. هيكونوا أبعد الناس عن رسول الله يوم القيامة لما يكون النبي صلى الله عليه وسلم موجود عند الحوض. أبعد إنسان عنه هو أسوأ الناس خلقا، وأقرب إنسان إليه هو أحسن الناس خلقا، يعني ودي وصية النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تعال نشوف سلفنا الصالح كان موقفهم إيه من سوء الخلق. سيدنا عيسى بن مريم بيحكي عنه في الأثر الجميل إنه في يوم من الأيام كان ماشي مع بعض أصحابه، فأعزكم الله لقى خنزير معدي، فقال له: مر بسلام. بيقول الخنزير: مر بسلام. فقالوا: يا عيسى عليه السلام، أتقول هذا الكلام الطيب لخنزير؟ قال: أجل، إني أخشى أن أعود لساني منطق السوء. بيقول لهم: أنا ما أحبش أن أنا أعود لساني على الكلام الوحش، لو قلت كلام وحش لحيوان زي دوت ربما لساني يتعود على الكلام الوحش. فأقوله الإنسان مؤمن، شفت قد إيه بيعود لسانه ما يقولش كلمة وحش أبدا. سبحان الله، يقول وهب بن منبه: إن مثل السيء الخلق كمثل الفخار. عارف الفخار؟ شوف قد إيه بيقول لك: كمثل الفخارة المكسورة لا ترقع ولا تعاد مرة أخرى طينا، يعني لا ينفع تصنعها تاني ولا ينفع ترقعها، خلاص هي ضاعت. ويقول يحيى بن معاذ: سوء الخلق سيئة لا تنفع معها كثرة الحسنات، وحسن الخلق حسنة لا تضر معها كثرة السيئات. وقال حسن رضي الله عنه وارضاه: من ساء خلقه عذب نفسه. ولذلك تعالوا نشوف دعوة عظيمة جدا من صاحب الخلق الرفيع اللي ربنا قال عنه: وإنك لعلى خلق عظيم، بيدعو الكون كله لحسن الخلق. عشان نعرف يا جماعة إن الدنيا عمرها ما كانت عافية،
وعمرها ما كانت اتغدى باخوك قبل ما يتعشى بيك، وعمرها ما كانت بالصوت العالي تاخد حقك، وبالمعامله الوحشه الناس تخاف منك. يعني سبحان الله، في يوم من الايام كان حبيبنا عند امنا عائشه صلى الله عليه وسلم، وبعدين واحد راح منادي، فالنبي عليه السلام قال: بئس اخو العشيره، فلان الفلاني بئس اخو العشيره. ثم اذن له، فدخل الرجل فهش له النبي وبشر، يعني وتعامل معه معامله طيبه. فلما خرج الرجل تعجبت امنا عائشه، قالت: يا رسول الله، قلت انه بئس اخو العشيره وفعلت ما فعلت، عملت معامله حلوه؟ قال: ان من اشر الناس عند الله منزله يوم القيامه يا عائشه من يدعه الناس اتقاء فحشي. في بعض الناس يا جماعه بتضطر ان انت تتالف قلبه، مش لانه كويس ولانه يستحق المعامله الطيبه، لانه انسان شرير ما ينفعش تتعامل معاه الا بالمعامله الطيبه ديت، والا هينالك من اذى هذا الانسان الكثير والكثير. فمش كل انسان بيتعامل معامله كويسه ان هو بيستحق المعامله دي، في انسان بيبقى الشر غالب عليه وطافح عليه لدرجه ان الناس بتتالف قلبه عشان ما تصابش باذى هذا الانسان. يقول صلى الله عليه وسلم، بيوضح لك ترمومتر الايمان في قلب اي عبد، قال: اكمل المؤمنين ايمانا احاسنهم اخلاقا. قال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا يدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. يوم القيامة هتدرك بحسن الأخلاق درجة الإنسان اللي بيصوم لا يفطر والذي يقوم ولا يفطر. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. سئل النبي عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، قال: الفم والفرج. قال صلى الله عليه وسلم: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة، أو إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. قال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم، يعني أنا ضامن ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. تعالوا يا جماعة نحسن أخلاقنا مع الناس، تعالوا نحسن أخلاقنا مع الكون ده كله. مش لازم فقط ان انا اتعامل مع المسلم بس بحسن الخلق، عامل اي انسان في الدنيا. ودي وصية نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، قال: وخالق الناس بخلق حسن. مش عشان دوت ما هوش مسلم اعامله اسوأ معاملة. في فرق بين الولاء والبراء يا جماعة عشان نفهم المسألة، في فرق بين حسن الخلق اللي بيشترك فيه جميع الناس. حسن أخلاقك مع الناس بنية دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. أنت لما تكسب واحد أيا كانت ديانته، لما تكسبه في صفك ويحب الإسلام ويحب المسلمين، ربما في يوم من الأيام يسلم ويكون أخا لك في الله، وتبقى أنت اللي كسبت بفضل الله سبحانه وتعالى. حضرتك لو تتذكر ان ياما ناس كتيرة جدا يا جماعة دخلت الاسلام بسبب الامانة والصدق والوفاء والاخلاص والاخلاق الطيبة اللي شافوها من تجار المسلمين. كان التاجر يقف بحسن اخلاقه وغض بصره ومعاملته الطيبة وحفظ لسانه والمعاملة الطيبة السمحة والامانة في البيع والشراء. كان عدد كبير جدا من المشركين ومن الكفار كانوا بيدخلوا في الاسلام بسبب حسن الخلق. تعالوا نحسن اخلاقنا عشان نعرف الكون ده كله ان ديننا دعوة أخلاقية، وديننا بيدعو لحسن الخلق، وإن نبينا صلى الله عليه وسلم هو صاحب أسمى رسالة أخلاقية في العالم كله، هو اللي ربنا قال عنه سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. تعالوا نحسن أخلاقنا، وبكده نكون بفضل الله جبنا الشيطان لمس أكتافه وضربناه بالضربة القاضية، وما يكونش ما بيننا بعد كده سوء خلق أبدا. وأكيد بحسن أخلاقك والله هتكسب العدو قبل الصديق، وهتكسب البعيد قبل القريب، وهتكون محبوب لقلوب الناس جميعا بحسن أخلاقك، وأتحبب الناس في دينك، وهتكون صورة طيبة ودعوة طيبة عملية لدين الله سبحانه وتعالى. اللهم حسن أخلاقنا، اللهم اغفر ذنوبنا، أستر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايشين سنين العمر نتصارع من دوامات الدنيا والشهوات مليون